مرحبا. How accurate are home pregnancy tests؟ قد ايه دقيق فحص الحمل؟ فحص الحمل اللي بنشتريه من الصيدليات كتير معروف ودقيق، والدقة بتوصل ل 97%. الفحص بيشتغل على هرمون HCG Human Chorionic Gonadotropin، وهو هرمون بيفرزه البلاسينتا دغري من بعد الإخصاب. 3% خطأ من وراء استعمال خاطئ للفحص. عادة بينفحص البول خلال ثواني، والفحص بيتطلب ننطر قبل ما نقرأ النتيجة، وممكن تكون النطرة أقل أو أكثر من الوقت المحدد على الفحص، فضروري نقرأ شو مكتوب وقدي وقت لازم ننطر. بول الصبح بيعطي نتيجة أدق، وشرب كميات مي كتيرة قبل بليلي بخفف نسبة البول وبخلي الفحص يخسر دقته مع هرمون الـ HCG. بعض الأدوية ممكن تأثر على النتيجة. الفحص ما بده وصفة طبية، بس لازم ننتبه على الإكسبايري ديت. أما إذا النتيجة نيجاتيف وحاسة عندك عوارض الحمل، فيستحسن إعادته مرة تانية واستشارة طبيبك. صحتكم مهمة، بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تيب جديد. تشاو.